بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 44. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما ذكر من مشابهة أصحاب الجحيم المنهي عنها، قال: ومن هذا الباب ما أخرجاه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: ألا تقتلوا يا نبي الله هذا الخبيث؟ لعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أمور الجاهلية التي نهينا عن التشبه بهم فيها دعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية، وذلك بأن ينادي بنداء الجاهلية فيحصل التحزب والانقسام، وكل يدعو قومه عندما تحدث مشادات أو مشاكل بين الناس، فالواجب أن تسوى الإشكالات والنزاعات بالكتاب والسنة وبالمصالحة، لأن المؤمنين إخوة كلهم، لا ميزة لبعضهم على بعض إلا بالتقوى، فلا أحد يترفع على أحد بقبيلته أو بنسبه. ومما يدل على هذا هذه الواقعة العظيمة التي حصلت في غزوة بني المصطلق، حينما حصل مشادة بين رجلين أو شابين، أحدهما من الأنصار والثاني من المهاجرين، فلطم المهاجري لطم الأنصاري، فحصل غضب من الأنصاري، فقال: يا للأنصار، يدعو قومه، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، مع أن لفظ المهاجرين والأنصار لفظ محمود في الكتاب والسنة، ولكن لما ذكر كل منهما هذا الاسم من باب العصبية، النبي صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك، لأنه يريد من المسلمين أن يكونوا إخوة، لا ميزة لبعضهم على بعض ولا عصبية بينهم، يريد أن يذيب أمور الجاهلية نهائيا ويصوغ أمة واحدة بجميع أفرادها، لا فضل لعربيها على عجميها ولا لأسودها على أبيضها إلا بالتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما يريده الرسول
صلى الله عليه وسلم، ويريد أن تزول كل أمور الجاهلية من العصبيات والحزبيات والحميات، وأن يكون المسلمون إخوة كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، دون نظر إلى نسب الرجل أو قبيلته أو بلده، يكفي أنه مؤمن والمؤمن أخو المؤمن. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء من الرجلين، كل ينادي قبيلته، أنكر ذلك وسماه من أمور الجاهلية، قال: أبي دعوة الجاهلية، هذا من باب الاستنكار، وأنا بين أظهركم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، أي دعوة الجاهلية منتنة قبيحة، لأن المسلمين صاروا إخوة، لا ميزة لبعضهم على بعض. فأنكر صلى الله عليه وسلم هذه الحمية وهذه الدعوة، لأنها من أمور الجاهلية. فالمسلم يقول: إنني من المسلمين، ولا يقول: إنني من قبيلة كذا وكذا، من باب الافتخار. أما أن يقول: أنا من قبيلة كذا، فمن باب الإخبار فقط، فهذا لا بأس به، لكن إذا قاله من باب الفخر فإن هذا منهي عنه. ثم إن المنافقين استغلوا هذه الحادثة، لأن من عادتهم أنه إذا حصلت حوادث في بين المسلمين يستغلونها لأجل التفرقة، ويفرحون بها من أجل إشاعة الفتنة، ففرحوا بهذه الواقعة، يريدون أن يفرقوا بين المهاجرين والأنصار الذين جمعهم الله على الإيمان وعلى التقوى. فقال رئيسهم وخبيثهم عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد قالوها؟ ثم قال: ما لنا ولهم شبه إلا كما يقال: سم كلبك يأكلك، هكذا يقول قبحه الله، يتمنن على المهاجرين بأنهم آووهم ونصروهم، يتمنن بهذا عليهم، ويظن أنهم هم السبب في عزهم وفي ما نالوه من الرفعة في الأرض، يظن أن هذا بسبب الأنصار. ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز يريد به نفسه قبحه الله، والأذل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وليست للقبائل والعصبيات. وماذا أغنتهم هذه العصبية قبل مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكونوا يتقاتلون فيما بينهم؟ الأوس والخزرج، كانت الحرب يوم بعاث استمرت أكثر من 100 سنة يتقاتلون بينهم، حتى هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفئت الفتنة وصاروا إخوة متحابين، لكن بقي النفاق في قلوب هؤلاء موتورين، يريدون أن يفرقوا هذا الاجتماع وهذه الكلمة، وأن يعيدوا الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها. فالله جل وعلا فضحهم. عند ذلك قال أمير المؤمنين علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تقتله، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فهذا فيهم ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالرسول ترك قتله مع أنه أتى بما يقتضي قتله، لكن إذا كان في إقامة الحد أو في إنزال العقوبة بمن يستحقها،
يترتب عليه آثار وأضرار أكثر فإنه تدرأ المفاسد. نعم، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ، قد يتوسع بعض الناس في هذا ارتكاب أدنى الضررين. نعم، قد يتوسع بعض الناس في ارتكاب أدنى الضررين فيبرر فعله بأنه من هذا الباب، هذا له حد واضح؟ هذا يحكمه العلماء، ما هو يحكمه كل أحد حسب هواه، وإنما يحكمه أهل العلم الراسخين في العلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار. اقتتل يعني تضارب، ليس معناه أنهم تقاتل بالسلاح، وإنما معناه تضارب، كما في قوله تعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتضاربان. وقال صلى الله عليه وسلم: في الذي يمر أمام المصلي فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، يقاتله يعني يضربه. نعم. صلى الله عليكم. قال: فنادى المهاجر: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا، أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر فقال: لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. قال رحمه الله: فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل. وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. ثم مع هذا، لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوى الجاهلية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصائحين الذي يقول يا للمهاجرين يعني يندبهم، والذي يقول يا للأنصار يندبهم، مع أن الجميع إخوة، الجميع إخوة في الإيمان، لا ينبغي هذا التقسيم من باب العصبية. أما أن يقول أنا من المهاجرين وهذا يقول أنا من الأنصار من باب الاعتراف بنعمة الله عز وجل، فهذا أمر محمود. فلفظ المهاجرين لفظ محمود، ولفظ الأنصار لفظ محمود، لكن إذا ذكره الإنسان من باب العصبية فإن هذا مذموم. وهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه دعوى الجاهلية. ولما بين له صلى الله عليه وسلم السبب فيما حصل، وأنه حصل اعتداء من المهاجر على الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعصب للمهاجر، بل قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين أن نصر الظالم دفع الظلم عنه، ونصر أن نصر المظلوم دفع الظلم عنه، ونصر الظالم منعه من ظلمه. فهذا من إنصافه صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أننا نتداعى بدعوى الجاهلية، وإنما نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالإنسان إذا اعتدي عليه لا ينادي بالعصبية ويدعو قومه ويريد أخذ الثار، هذا من أمور الجاهلية، وإنما إذا اعتدي عليه فإنه يطالب بحقه على مقتضى الكتاب والسنة وعند الحاكم المسلم حتى ينصف المظلوم من الظالم. نعم. قال رحمه الله: مع هذا، لما دعا كل منهما طائفته أنكر صلى الله عليه وسلم وسماها دعوى الجاهلية، حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم. نعم، فهذا هو من عدله صلى الله عليه وسلم وإنصافه، أنه أنكر دعوى الجاهلية وأنكر الظلم أيضا، أنكر دعوى الجاهلية والعصبية وأنكر الظلم وأمر بنصرة المظلوم. نعم. قال: ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان
فحسن واجب أو مستحب؟ نعم، هذا هو الواجب، أنه إذا حصل نزاع أو حصل اعتداء فإنه لا يقر، لا يقر الاعتداء والظلم، ولكن يزال الاعتداء والظلم بحكم الكتاب والسنة، كما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا أن نرجع إلى العصبيات والقبليات وكل يأخذ ثأره بقوة قومه وقوة قبيلته، فإن هذا من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها. نعم. قال رحمه الله: ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. نعم، العصبية أن تعين قومك وأن تعلم أنهم ظالمون لأجل العصبية، العصبية لهم، كما يقول الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فهو يقول: إن غوت غويت، يعني معها، ما ينظر إلى ما هي عليه، وإنما تحمله العصبية لهم على أن يكون معهم على أي حال. وهذا هو أمر الجاهلية، الإنسان يكون مع المظلوم سواء كان من قبيلته أو من غير قبيلة أو من غير قبيلته، يكون مع المظلوم ولا يكون مع الظالم. نعم. قال رحمه الله: عن سراقة بن مالك بن جعشة من المدلجي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. رواه أبو داود. نعم، كون الإنسان ينصر قبيلته بأخذ الحق لهم، بأخذ الحق المشروع لهم ودفع الظلم عنهم، هذا أمر مطلوب. أما إذا كان معهم وهم المعتدون الظالمون ويريد أن يدافع عنهم وعن ظلمهم، فهذا هو أمر الجاهلية المنهي عنه. نعم. قال: وروى أيضا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. هذا معناه البراءة ممن يفعل هذه الأفعال، من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية، أو مات على عصبية. هذا معناه تحريم العصبية، وهي التعصب للباطل، تعصب للباطل من باب الحمية، هذا هو المذموم، وهذا هو أمر الجاهلية، سواء دعا إليه أو مات عليه أو قاتل عليه، أو قاتل عليه، استباح دماء الناس من أجل العصبية القبلية، من أجل أن ينصر قومه وعشيرته على الظلم. فهذا هو الأمر المذموم المحرم في الإسلام. والواجب على المسلم أن يدور مع الحق أينما دار، سواء كان مع قومه أو مع غيرهم، فإن كان قومه ظالمين فإنه يمنعهم من الظلم، وإن كانوا مظلومين فإنه ينتصر لهم بدفع الظلم عنهم، كما قال سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب إن الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. نعم. إذا الشيخ لا يسلم المأثم الإنسان حتى يخلص من العصبية تماما، هذا هو. نعم، يكون مع الإيمان، يكون مع الإيمان ومع العدل، ومع العدل. نعم. يتجرد من كل عصبية، من كل عصبية وهوى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أيضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي، فهو ينزع بذنبه. ينزع، فهو شكلت كذا، فهو ينزع بذنبه
أو ينزع، بمعنى أنه يسحبونه منه. نعم، يعني من أعان قومه على عصبية على غير الحق وهم على غير حق، فإنه مثل الجمل الذي يتردع، يعني يسقط في البير أو يسقط في المنخفض ويسقط على رأسه، ولا يتمكن الناس من إنقاذه إلا بذنبه. فهذا من باب الذم لمن تعلق بالعصبية. نعم، مثل البعير المتردي. نعم، لأن التعلق بالعصبية تردي وسقوط. نعم. قال: فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله، فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة؟ فإذا كان التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب، يعني مثل يا المهاجرين والأنصار، نعم، الذي يحبه الله ورسوله، فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة؟ نعم، إذا كان التداعي بلفظ الأنصار ولفظ المهاجرين من باب العصبية والنخوة، فهذا مما يذمه الله ورسوله، وإن كان هذين الاسمين محبوبان إلى الله ورسوله. والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلفظ الأنصار ولفظ المهاجرين لفظان محبوبان إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الهجرة من أجل الأعمال وأفضلها، والنصرة للحق وإيواء المؤمنين ومناصرتهم، هذا من أفضل الأعمال، بل هو أفضل الأعمال. فمن ذكره من باب الشكر على النعمة فهذا أمر محمود، ومن ذكره من باب العصبية والافتخار بذلك على الناس فهذا أمر مذموم. نعم. قال: فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة؟ كيف بالذي يتعصب لاسم غير مشروع كالقبيلة أو الفخذ أو غير ذلك من ما ينتخي به أهل الجهل حينما يواجهون شيئا من الأمور التي يكرهون، فإنهم ينتخون بأسماء قبائلهم وأسماء جماعتهم، فهذا مذموم، لأن الإيمان، المؤمنون إخوة، ليس بينهم تميز إلا بالإيمان والتقوى. والواجب أن يتعاونوا بدل أن يتفرقوا. نعم. وأن يتحزبوا، الواجب عليهم أنهم إخوة وجماعة واحدة. إذا حصل ظلم من أي أحد فإنهم يدفعونه وينصرون المظلوم ويمنعون الظالم، هذا هو الحق. نعم. قال رحمه الله: وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة، وكان مولا من أهل فارس، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي فقال: هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق ليست محرمة. نعم، لما انتسب إلى فارس، مع أنه صادق في هذا لأنه فارسي، لكن انتسابه إلى الأنصار أفضل، لأنه مولى، ومولى القوم منهم، يعني عتيق للأنصار، فيكون من الأنصار، فكان الأولى أن يأتي باللفظ الفاضل ويقول: يا خذها وأنا الأنصاري. نعم. قال: ويشبه والله أعلم أن تكون من يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها، فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء. نعم، وكما سبق أن الإنسان إذا دافع عن قبيلته أو عن بلده من باب دفع الظلم عنهم فهذا أمر محمود، وهذا طلب للإنصاف والعدل، لا يلام عليه، ونصرة للمظلوم، نصرة للمظلوم، وأولى من ينصرهم من كان منهم ومن بلدهم ومن قبيلتهم، يدفع عنهم الشر
ويجلب لهم الخير. أما إذا كان هذا من باب الفخر والعصبية ترفع على الناس والانقسام والتميز فيما بين المؤمنين فهذا أمر مذموم، فكل لفظ يفرق بين المسلمين فإنه مذموم، وكل لفظ يجمع بين المسلمين فإنه محمود وطيب. نعم. ويؤكد الشيخ رحمه الله قضية الكتاب وهي اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحابه لأصحاب الجحيم، فيقول: فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا، وهو المطلوب في هذا الكتاب. نعم، هذا الكتاب كعنوانه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم يعني الكفار، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو العرب أو العجم أو الفرس أو أهل الجاهلية، كل من كان من أهل النار فهم أصحاب الجحيم، ولا يكون من أهل النار إلا أصحاب الكفر أيا كانوا من البشر. فنحن منهيون عن التشبه بهم، ومن ذلك العصبيات الباطلة والنخوات الجاهلية، لأن الله أزال هذا بالإسلام وجعل المسلمين أمة واحدة وإخوة في الإيمان، فيجب أن يعتزوا بعزاء الإسلام والإيمان وأن يتركوا أمور الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تفضل بالشرح والبيان صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.